رمادي، غير ان دابا ما كايناش في كازا، راك عارفه دابا انا في اوروبا ما غادي نصور داكشي كله نلوحو للناس. وانا دابا راه من 82 عندي لا كارت ناسيونال، وهذيك السيده راه مجوجه في 72، كيفاش ما غاديش يكون عندها الوراق ديالها؟ ما هربتش انا حدي المغرب، هي في اكادير وانا في كازا، راه دائما كنمشي عندها لاكادير، ما عمرها ذكرت لي انا هذا الشيء بينا، واش هي ما عندهاش الوراق ولا ما عندهمش. وفاش كانت راه كان ديجا في واحد الوقت الى عقلت، راه كانت لاحت عاوتاني نفس المشكل، راجلها لاح نفس المشكل هذا الفيديو، وكنت قلت لها هكا الا خصاتك لا كارت ولا شي حاجه ولا ما عندكش، حيت انا دابا عندنا المشكل الوالد ديالي هو اللي دار هذا المشكل، يمكن هي اللي ما دارش في الحاله المدنيه، حيت ما عرفتش انا كيفاش دارت. هي سميتها فاطمه وانا سميتي فاطمه، ولكن انا درت، انا ملي طلبت الخلق ديالي انا جاني خلق فيه بانو فاطمه، دفعت انا لا كارت ناسيونال هنايا في كازا وخديت لا كارت ديالي، وانا راه درت لا كارت في 82، يعني راه ماشي راه سنين، هذه راه العمر عباد الله. شوف تي في بوين وعندي سميه فاطمه تحيحيت، فاش تشهرت راه تشهرت في 83، عندي لامبومات في 83 فاش شلت انايا، عندي في 83 فين كانت هاد السيده حتى لدابا، وهي تزوجات في 72، راه 48 سنه ولا ما عرفت 50 سنه. هي الا كان عندهم شي مشكل مع الدوله ولا خايفه من شي حاجه، داروا شي مصيبه ولا الله اعلم ما قربتش دير اوراق ديالها وبغات ديرهم على ظهري انا، الله اعلم. اما انا راه ما هربتش حبيبه، ما انا حدي المغرب، على فين مشيت؟ فين مشات هاد السيده هاد السنين كلها؟ كون كنت انا زورت ولا شي حاجه، راه كاين القانون، ماشي ربع ماشي تبدل سنين ولا عامين ولا عام باش نقول انا زورت، راه من 82 لدابا، في اوراقي انا كلهم ديال تروا ديال الدور وديال كلشي راه خديتهم حتى هما في 85. انا ما كنوجه لها حتى شي حاجه، يعني الله يهديها، كون كانت اختي هذيك ماشي اختي، حاشا ولي يمكن الخوت يكونوا بحال هكاك باش يشوهوا اختهم، الا عندها شي مشكل راه تقدر تجي عندي حتى للدار، ما عمرني سديت عليها باب داري. كتعرفني فين سكنت، فاش توفاتني الوالده ديالي راه كانت عندي في الدار، وانا كنكون عندها في الدار في اكادير تمسخني، الا بغات تلاقى وجهي مع وجهها، وما بغيتش كاع يتلاقى وجهي مع وجهها، علاش تشوهني انا؟ علاش دير لي بحال هكا؟ يعني مع الجمهور وما عندهمش الحق يدخلوا في الشخصيات ديالي باش يقولوا راه طلقات وتزوجات ودارت وفعلات وتركات.